استاذ وسام، اليوم المواطن صحيح. يشكو من قله الخدمات في قضاء القاسم، بالتالي اليوم انت راضي عن التخصيصات الماليه المخصصه للقضاء تحديدا؟ والله هو الاجابه على هذا السؤال حقيقه هو التخصيصات. اصلا اخر تخصيص كان في عام 2021 اللي هو 6 مليارات، يعني الموازنه الاخيره كانت عام 2021، احنا موازنه 23 لحد الان مشاريعها لم تتم ولم ترى النور في طور المصادقه في وزاره التخطيط، وميزانيه 24 لحد الان لم يتم المباشره بها. حقيقة المبالغ اللي تخصص ضمن الموازنات الأعوام السابقة لا تسد إلا رمق قليل. احنا خلال السبع سنوات الماضية أو خلال من عام 2019 ميزانيتين، هي ميزانية 21 6 مليارات و600، وميزانية عام 2019 كانت 9 مليار و600، بها مجموعة مشاريع ضمنت قطاع التربية وقطاع الكهرباء وقطاع الماء وقطاع الطرق الريفية وقطاع البلدية. نعم. هذه المشاريع طبعا على مستوى قضاء القاسم غير واضحة ولا تفي بالغرض المطلوب. زين، برأيك هل هناك إنصاف لهذا القضاء؟ لا، ماكو إنصاف لحد الآن، لأنه يحتاج إلى تخصيصات جدا كبيرة. المشكلة الأساسية في هذا القضاء هو عدم تنفيذ مشروع البنى التحتية. زين. مشروع المجاري الذي طال انتظاره طويلا منذ عام 2005 ولحد الان لم ير النور. استبشرنا خيرا ضمن خطه الوزاره لعام 2023، لكنه لحد الان لم يعلن هذا المشروع. زين استاذ وسام، لعام 2024.